نظمت وزارة الشباب والرياضة حفلا على شرف الرياضيين في مختلف التخصصات الذين شرفوا الراية الوطنية في المحافل الدولية. الحفل الذي احتضنته القاعة البيضاوية عرف حضور العديد من الشخصيات الرياضية إلى جانب العديد من الوزراء ووالي ولاية الجزائر. حضر هذا الحفل زميل نبيل الهرنون الذي عاد بالتصريحات التالية. نبروك مرة أخرى للأبطال الذين شرفوا ألوان العلم الوطني في المنتخب. إن تنظيم مثل هذه اللقاءات الرياضية يعد فرصة ثمينة للوقوف على مختلف نجاحات وإنجازات رياضية وتحفيزا مهما سواء للرياضيين المتواجدين معنا أو بالنسبة للأجيال الشبانية القادمة. وهذا اعتراف بالمجهودات اللي يبذلها الرياضي حتى يوصل للنتيجة اللي حققها ويوصل كذلك كما قلنا ويرفع راية الجزائر خفاقة في ربع العالم. بون الحمد لله يعني اخترنا انا وفؤاد خويا احسن بطلين عربيين لعام 2017. تما هذه حاجه تشرفنا احنا وتشرف الجزائر بصفه عامه. التكريمات هذه تحفزنا باش نخدموا في المسابقات الدوليه ان شاء الله ونحاولوا ديما نمثلوا الجزائر احسن تمثيل. الحمد لله يا ربي زعما مكرمونا الوزير الشباب والرياضه وهذا كاع باش يحفزنا باش نزيدوا نعملوا نطلبوا مجهودات اكثر. الله يعطيه الصحه الله يبارك زعما يشجع فينا ان شاء الله نمثلوا الجزائر احسن تمثيل في البطوله العالميه ان شاء الله يا ربي. على هامش الحفل تم تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير مجهوداته في تطوير الرياضة الجزائرية والدعم المتواصل المقدم من طرفه. إلى تكريم فخامة الرياضة والسيد والي الجزائر العاصمة. هو يعني إشادة كانت كلمة بسيطة في مدلولها ولكن عظيمة من ناحية المشاعر والإحساس قدمناها إلى فخامة رئيس الجمهورية على المجهودات المبذولة في جميع الميادين الموفرة للرياضي الهياكل الرياضية الدعم المالي وحتى الرعاية بشكل عام للرياضيين يعني قطاع حساس في المجتمع الجزائري. أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عن تأجيل البطولة الوطنية رجال رسميا إلى غاية نهاية البطولة الإفريقية بالغابون وذلك من أجل السماح للمنتخب الجزائري لكرة اليد للتحضير الجيد لهذا الموعد. بعد ما استشرنا المدربين الوطنيين وأيضا معظم رؤساء النوادي اللي راهي تنشط في البطولة الأولى إكسيلونس ارتأينا باش ناخذ هذا القرار وهو أن البطولة رايحة تحبس حتى بعد البطولة الإفريقية إن شاء الله. نظن بأن النوادي تفهمت بأن المنتخب الوطني والنتائج تاع الفريق الوطني هي أولى من كل شيء وإن شاء الله هذا الوقت هذا اللي بقالنا رايحين نستعملوه كامل لصالح الفريق الوطني إن شاء الله.